أنا جديد نحن معكم لحتى نتابع سحب اللوتو لليلة. إن شاء الله يكون في عنا ربحين بسحب الليلة، ولكن قبل ما نعرف النتائج بدنا نرجع لعند أستاذ سيزار. لو سمحت تذكرنا وتأكد لنا بأرقام الطبيب، تفضل. أوكي، سحب اللوتو رقم 1541 بتاريخ 4 أيلول 2017، والطابات الستة الأساسية للجائزة الأولى هن 11 2 39 19 27 و 38. أما الرقم 42 فهو للجائزة الثانية. طابات مشكلين كتير سيزار، ما بعرف إذا في حدا متكز هول الطابات عادة، ما بعرف يعني ما بقى في ما بقى في قاعدة. على كل حال اللي بعرفه انه صرنا كثير زمان من ربحت الجائزة، وصارت جائزة كثير كبيرة، ان شاء الله اليوم حدا يربحها ويقدر يسيب هالارقام كلها. بنشوفها على كل حال بالتابلو. مرتبة أولى، اوبس، للأسف ولا مرتبة أولى ولا مرتبة ثانية ما حدا قدر صاب هول الأرقام، يعني ما حدا قدر ربح الجائزة الكبيرة، وحتى المرتبة الثانية ما حدا قدر ربحها. إنما بالمرتبة الثالثة في عنا 12 شخص بيربحوا حوالي 4 ملايين ليرة، بالمرتبة الرابعة في عنا 764 شخص بيربحوا 62 ألف ليرة، بالمرتبة الخامسة في عنا 12299 شخص بيربحوا 8000 ليرة. ألف مبروك لكل هالأشخاص اللي ربحوا معنا بسحب اللوتو لليلة. بننتقل هلا لزيد كمان، لو سمحت سيزار ترجع تأكد لنا من رقم زيد. اوكي، سحب زيد رقم 1541 كمان، الرقم الربحان فيه هو 011160. إذا هيدا الرقم يلي كمان الليلة في ربحكم جايزة كبيرة وسبيسيال 75 مليون ليرة. خلينا نشوف بالتابلو إذا في حدا قدر ساب هيدا الرقم. كمان لا، للأسف كمان بيزيد ما حدا قدر ساب هال 75 مليون ليرة، ما كانت من نصيب حدا. إنما الورقة يلي بتنتهي برقم 1160 بتربح 900,000 ليرة، الورقة يلي بتنتهي ب 160 بتربح 90,000 ليرة، والورقة يلي بتنتهي ب 60 بتربح 8,000 ليرة. كمان ألف مبروك لكل الأشخاص أو الشبكات يلي ربحوا معنا بيزيد. سيزار، وصلنا للمليارين تقريبا. إيه وصلنا. شو تقريبا؟ يعني حسب السحوبات بحدود المليارين حتكون الجائزة. ممكن تكون أكثر ولا أقل بشوي؟ يا أقل شوي يا أكثر بشوي. طيب يعني بدنا ننطر لنهار الخميس. مظبوط. الجائزة الكبيرة، بالنسبة للمرتبة الثانية من ربحت اليوم؟ صارت كبيرة يعني فوق ال 200 مليون كمان. حلوين. واو. زيد سبيسيال؟ كمان سبيسيال لأنه ما ربحت اليوم. كمان لأنه ما ربحت. للأسف اليوم ولا شيء نربح. كمان يعني هيدا الشيء بيكون حلو وحافز للأشخاص نهار الخميس لحتى يتكسوا قد ما فيهم شبكات لوتو ويقدروا يكونوا كتار يعني بسحب اللوتو نهار الخميس، خاصة وأنه هلا بلشنا بشهر أيلول، يعني بلشوا الجامعات، مصاريف المدارس، بلشت الناس تحس إنه تدريجياً رجعوا لشغلهم وبلش الناء، فضروري ما إلهم غير اللوتو. شو رجعوا على توقيت الشتوي ورجعوا الناس على الدوامات عادي، خلص خلصت الصيفية، ما إلكم غير اللوتو يرجع يرد لكم كل المصاريف اللي صرفتوها بالصيفية وترجعوا تقلعوا هيك شتوية مع يعني مبالغ كبيرة. على كل حال خليني أذكركم وأقول إنه فيكم بكل مراكز ليبانيز دي جو، خاصة للأشخاص يلي دايما بيتكسوا نفس الأرقام، إذا عبالكم فيكم تتكسوا وتقطعوا شبكات من هلأ لعشر صحوبات لقدام، هيك بتوفروا على حالكم كل نهار تنين وخميس تتوجهوا على مراكز لليبانيز دي جو. هيدا بالنسبة للأشخاص اللي بيتكسوا نفس الأرقام. كمان برجع بذكركم أنه على 10-20 على السلولار للأشخاص يلي كمان ما عندهم وقت أنه يتوجهوا على مراكز لليبانيز دي جو مثلي ومثل الشباب الموجودين هون. كمان فيكم تبعتوا على 10-20 الأرقام يلي بتحبوها أو بتخلوا هي يعني الكيو بي الكمبيوتر هو ينقي لكم أرقام عشوائية ما بتعرفوا يمكن كمان من هول الأرقام تربحوا. وطبعا مراكز ليبانيز دي جو موجوده بكل لبنان لحتى بهول المراكز تكسوا الارقام يلي بتحبوها. اكيد نهار الخميس عنا جوائز كثير كبيره، نحن بانتظاركم. سيزار رح نشوفك الخميس ولا مدام مسلم؟ مدام مسلم راجعه. طيب رح نشتاق لك كثير، انبسطنا كثير بكل هالفتره يلي كنت موجود فيها، ولكن بعد شوي رح نشوفك باليوميه لحتى اكيد نتابع سحوبات جديده باليوميه مع فرص ربح جديده باليوميه واكيد مع ليبانيز دي جو. باي باي.
لما تجاني الليل دموع وقنادي للناس شموع لما تجاني الليل دموع وقنادي للناس شموع شرقت شمس القلب زين وتغير كل الموضوع جديد. واكيد هالمره بدنا نرحب بكل الاشخاص اللي بيكونوا ناطرين صحبات اليوميه واكيد هن بيكونوا متكسين شبكات اليوميه ان كان يوميه 3 يوميه 4 او اليوميه 5 بكل مراكز اللي بنزلجوا. وقبل ما نبلش بصحبتنا مباشره على الهواء من استديوهاتنا بأدما بدنا نرحب بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه. اهلا وسهلا فيك عن جديد سيزار عيسى. سيزار رح بتراقب هالمره اليوميه. بنبلش مع اول سحب مع اليوميه 3. ثلاث طابات رح تختاروا المكنة اليومية. هول الطابات فيكم انتم تكونوا مختارينهم بالدور او حيلا، المهم اذا سبتوهم هن يلي بيربحوكم. اول طابة خمسة، طابة تانية ثلاثة، وطابة ثالثة صفر. خمسة ثلاثة صفر أرقام يومية ثلاثة لليلة. إذا في حدا مركز هول الأرقام أكيد بيكون ربحان، لا يعرف قد ربحان. إذا بالدور القيمة اللي دفعها بيضربها ب 400 مرة، وإذا بالحيلا القيمة اللي دفعها بيضربها ب 70 مرة. هلا بننتقل أنا وياكم لتاني سحب لشبكة اليومية 4. اليومية 4 مكنة اليومية بتختار 4 طابات هالمرة، وطبعا بتعلى قيمة الجوايز. أول طابة رقم 3 من بعدها 0، بعدها 5، والطابة الرابعة 3 3 0 5 3. كمان نفس السيستم، إذا في حدا متكس هول الأرقام أكيد بيكون ربحان. إنما هالمرة بتعلى قيمة الجوايز، لأنه إذا بالدور بتضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 4000 مرة، وإذا بالحيلا بتضربوا القيمة يلي دفعتوها ب 150 مرة. هلا بننتقل أنا وياكم لآخر سحب لشبكة يومية 5. أول طابة رقم 9، من بعدها 7، تسعة عن جديد، 3، 3 الأخيرة 6. 9 7 9 3 6. هول الأرقام يومية 5 لليلة. إذا كنتم مختارين هول الأرقام بالدور، القيمة يلي دفعتوها، يلي دايماً بنقول قيمة يعني فيها تكون 500 1000 1005 2000 2005 ماكسيموم 3000 ليرة، هول هن المصاري يلي بتدفعوها باليومية. إذا بالدور القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 40000 مرة، وبالحيلا القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 350 مرة. خلص صحوباتنا لليلة، هلا بنرجع لعندك استاذ سيزار لو سمحت تذكرنا بالارقام الرابحه تفضل. اوكي. سحب يوميه رقم 414 بتاريخ 4 ايلول 2017.
رقم ربحان ليومية 3 هو 530 ويومية 4 هو 3053 ويومية 5 رقم ربحان هو 97936 530 باليومية 3 و 305 باليومية 4 تقريبا نفس الأرقام. الأشخاص بيحبوا 3 و 0 و 5 إذا كانوا مختارينه يومية 3 ويومية 4 بكونوا ربحانين. المهم انه يكون في عنا اشخاص كتار ربحوا باليوميه، لانه المبالغ اللي بتقدروا تربحوها باليوميه مبالغ حرزانه، خاصه وانه عم تدفعوا مصاري قليل، يعني 500 ليره